جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة. دكتور هيثم، هل لك أن تحدثنا عن الدور الذي تقوم به محكمة العدل الدولية في وقف العدوان الإسرائيلي؟ نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا لمحكمة العدل الدولية دور أساسي اليوم عليها أن تقوم به تجاه ما يحدث اليوم من انتهاكات صارخة للشعب الفلسطيني، ضد الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي. وهذا موجب اليوم على محكمة العدل الدولية أن تقوم به، خصوصا أن هناك دول اصطفت وراء دعوة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، وهناك دلائل وقرائن دامغة يعني توضح مدى فظاعة الجرائم التي يتم ارتكابها اليوم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك هذا الدور المنوط اليوم للمحكمة، فأعتقد بأن المحكمة ستخرج ببعض المقررات الأساسية من أجل وضع حدود لهذه المعركة التي يبدو أن لا أفق لها بحسب ما يريدنا من مصادرنا يعني المتعددة اليوم في الغرب. فهذا الدور نحن اليوم نعول عليه ونعمل على أن يتم إصدار هذه المقررات بأسرع وقت. نعم، أشكرك شكرا جزيلا هيثم أبو سعيد الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.